يعني لا لا يمديكم الان تسويه الان الان انا ببدا في بيت اخبز الحين ما في ايش اسمه مشكلنا اول ما في حطب مدري ما في اسمع انتم انتم عادي بس هذا الفريق اللي مسوي ذكي عادل يلا ها ما دخل الذكاء دقيقه ما دخل هذا موهبه يا ابو حلال يجيب انت ما عندك عادل انا موهبتي واحده وش اللي اعترف فيها الان اني افوز عليك هذه اهم موهبه لا 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 بس اسمع فوز على هذا موهبتي هذا طموحي في الحياه الايام هذه الحياه الان ما عندي طموح الا انا سبحان الله كل وقدراته العقليه انت اخر واحد يجيب سيره الاغواط العقليه اتوقع هذه جبتها عشان تهزمه نعم يا استاذ كيف نطلق البيت الاول يا نقول. انت والحب الذي كم عاثبي يا انت والحب الذي كم عاثبي يا شمانسا انا صفحه الايام طويله تطوي نفسها لا ما يا انت والحب الذي كم عاثبي كم معك كم صاحبي كم عاثبي كم صاحبي ما اجهلك بس انا صفحه الماضي كابتن وكم خطت يدي مستقبلك بس طيب كم خطت يدي مستقبلك هذا حق سعر مش اسوي نفسي عني انا كذا ايه انتبه سرقه حقوق لا هذا الدكتور نجم حسيني بدأنا في البيت الأول ما في مشكلة البيت الأول مزروف اللي يجيب بيت يخترعوا له نقطتين اللي يجيب بيت ما يخترعوا له نقطتين خلاص لا لا خلاص خلاص أعطيناك مجال أنت أعيد بسرعة بسهولة بالله إذا المكتب حقه يلا هنا بحرف الكاف أعطونا شيء يا جماعة مستقبلا كاف مستقبلك مستقبلك نعم 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 تفضل خلوها يا أبو عطية كاف 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 كنت فين عادي مو شرط اختراع اي شيء صعب حرف الكاف كا 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 هذا المودي صخر اسمع لا لا مو اول بيت مو اول بيت هذا الشطر الثاني هذا انت بتالف يعني ايش في ايش في الف اوكي ايش في يا نظم ايش ايش كتب الشعر كنا كنا كما حنا دقيقه دقيقه وش بقى شيء انت معنا ايش في يا مستر كيف حالك كنا وش كنا كنا بخير كلنا الحمد لله كيف حالك انت الله والله اصبر اصبر الله يا جماعه جميل يا اخي خليها بالاشياء نعرفها احسن من كذا احنا قلنا خلاص في مجال كذا وكذا عادي يعني. يلا دوش انتم منشد ابو السماعه دي كضوء الليالي كويس ذيك انا كضوء الليالي الليالي مشرقات كضوء القمر كضوء القمر مدري كضوء الليالي يا جماعه بلا رتم كذا كضوء الليالي لضوء القمر ايوه كمل كعشق اليبابي لقطر المطر يا سلام عليك عشق اليبابي لعطر المطر رايته مطرقا ايوه ايش يسوي كيف افكاني حلو وهاج من قلبي ايش هذا مكلوم مكلوم يا اشجاني اشجاني نون يا 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 لا اشجاني نون 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 يلا يا ايه نون نون ايش تبي ما في يا الاول ثانيه اكيد يا 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 يلا يا من على العرش استويت يا كاشف الغم يا هادي السبيل يا كاشف الغم يا هادي السبيل سبيل سبيل لام ليه 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 تعاندني وتجفاني وتترك الله وتترك وانا الذي كل ما جفيت في سبيلك كنت مرهوني يا مرهوني مكسوري هذا انت أيوة مكسور بالله مكسور مين يا حبيبي مكسوري والله مو مكسوري دقيقه خل احنا هذا بيت حديث اللحظه انت تتركني وتايفاني وانا لا والله مكسور والله مكسور والله مكسور شنو نسيت والله المهم اخر شيء ايش الحرف مي يا تفضل يا سين هات يا 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 من يرى ادمعي تنهل كالدمع في مخلتي وجسمي بادي السقم السقم ميم ما دمت تنشد يا رفيقي على الحال مالي على كتمان الله على يا يا مسوي حافظها من اول الحلقه لا يا ميم 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 مكسوره مين علمك انت ما دمت تنشد يا رفيقي عن الحال مالي على كتمانها عنك حيلة حيلة ها ها اديله ها 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 كابتن اذكرهم انا ها هبت ايه
رياح الصيف ايش بها وتغير الجو ايش وانا ولي في ميدان سمومه سمومه ها ايش الهرجة؟ الهرجة ريح الصيف هذاك اليوم يوم اني نصيتك نصيتك ولا لقيت الجواب ورحت في الحالي يا حالي يا ليف ترى ليف ترى خلي بالك خليها شغال يا ايوه يلي كلامك ما هو مثل افعالك افعالك خلي الكلام وجيب فعل رجالي رجالي يا أكسر. لا لا يا رجالي حرف ال يا هي ها انا ابغى شيء يا حلو انت بتسلم بس ايوه هو دحين قاعد يعطيك من القريحه اعطيك منها يا هي يا واد يا حلو انت بتسلم تعبت وانا اشر لك كاف ايش في ايش في كاف 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 اصبر خلينا نلحنها يا خلاص وادي يا حلو كاف كاف تعبت وانا اشر لك يقول كنت احسب الدنيا معي توزان وثري معك ازرع شقايا بيدي بيدي الله عليك شوف اسمع دقيقه لا تجينا بالاسلوب ايش انت نجيبك بالاسلوب بالاسلوب ها ها ايش الحرف ها لا لا ايدي ايش بكيفك هو ها ايدي ايش الحرف بيدي ها طيب الف ايدي يا شيخ الف ايدي هو ايدي على نور اسمع اسلوب هونت انا هونت اقبل ليالي طويله اتعبني البعد وشقاني يا هذه سوالف يا اخوي احمد تبغى هذا من عندك هذا الشعر الحديث حط عاطفه ترى ما هي صعبه ايش دعوه يا او نون يا كب لك عاطفه لو تبغى كاف يا كاف يا كاف ها كاف وش وش ترى 18 حرف يا 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 صباح والله اساعدك اللي معي سهران يلا يقول يا ليل يا دامع على الود قلبين قلبين لك عادة تجمع كيفك بكيفك فنقدر نغير فا سرعة لا لا تجي عندي تقول بسرعة تالي الليل أنا ونيت الله ونيت ولا يطول الليل من دونك الله كاف من دونك أوكي شكله الوضع قاعد يخرج عن السيطرة نعم